تفضل. صناعة التواجد، صناعة كثيفة الاستيعاب للعمالة، صناعة سريعة. مصر محققة جزء كبير جدا من ضمن الصناعات الناجحة اللي محققة فيها اكتفاء ذاتي، والكلام ده احنا يعني في منتهى السعادة النهاردة شايفين انجاز على الواقع، على واقع ارض مصر. شايفين مصانع بتكنولوجيا عالية وبتقنيات عالية ما كانتش موجودة قبل كده. وانا بس بوجه دعوة لكل السادة الشركات وكل المصانع يشتركوا في المبادرة بتاعت الشعب يوم، يعني عشان عاوزين السعر، عشان كلنا الوقت اللي احنا فيه ده وقت كلنا بنتكاتف فيه لخدمة الشعب ان شاء الله. فحماس شديد، وشايف عرض متميز لصناعة الدواجن بكل حلقاتها، زي ما حضرتك شايف شركات جدود وامهات وتسمين والاعلاف والمجازر والمصنعات. يعني احنا في، انا بعتبر صناعة الدواجن من الصناعات الوطنية القيمة اللي حققت اكتفاء ذاتي وكان بتصدر للخارج، وما زلنا احنا الصناعة دي صناعة وطنية لازم نحافظ عليها، لان في 2.5 مليون عامل مباشر وغير مباشر في هذه الصناعة. واحنا الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني حاجة هامة جدا، وانا اعتقد ان احنا الشعب المصري كان بيعاني من نقص البروتين في السنين اللي فاتت. النهاردة صناعة الدواجن عندنا اكتفاء، وصناعة الدواجن هي الصناعة القاطرة اللي هتشد وزارة الزراعة والزراعة، لان الانتاج الحيواني حاجة هامة. ان شاء الله احنا متواجدين النهاردة لمدة 3 ايام، مدة المعرض اعتبارا من النهاردة الخميس 6 اكتوبر وحتى 8 اكتوبر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اعياد اكتوبر، وبستعرض مع حضرتك اهم ما تقدمه شركة ارض الخير، احدى شركات مؤسسة مصر الخير في مجال الانتاج الحيواني، واللي بتقدمه النهاردة لجمهورنا في معرض اجرينا. احنا النهاردة بنستعرض مع بعضنا اهم المنتجات والمنتج الرئيسي اللي اشتغلنا عليه من البداية، اللي هو العجلة العشار الاصطناعي المحسنة وراسيا بسمن ايطالي. ودي طبعا عجلة عشار بلدي محسنة وراسيا من خلال سمن ايطالي، عشان احصل على منتج ايطالي 50% ايطالي و 50% مصري، وهو المنتج اللي قدامنا. هو بيبقى عشر 3 شهور، دي احنا بنديها للمؤسسة عشان توزعها على المستفيدين بلا مقابل، وفي نفس الوقت احنا يعني عشان تعميم العائد على كل المستفيدين وعلى كل اهل بلدنا، احنا بنعرض هذا المنتج للبيع النهاردة برضو في المعرض. الى جانب هذه العجلة العشار موجودة طبعا العجول التسمين، عجول التسمين البقري وعجول التسمين الجاموسي من الاوزان الصغيرة، واللي بتديني انتاجية عالية في معدلات النمو اللي بتصل الى 1.5 كيلو في اليوم كمتوسط عام، وده طبعا يعني معدل عالي جدا بيعلي لي من كمية اللحوم المنتجة، وبالنسبة للناس بتعلي لي من كمية انتاج الالبان بالنسبة للاناث اللي بعد الولادة ان شاء الله. ده متاح النهاردة في المعرض. ايضا بحب اتكلم واللي يمكن مش واضح لي هنا بقى، لكن انا بوضحه في اهم نشاطات شركة أرض الخير، وهو مشروع تشغيل الشباب. مشروع تشغيل الشباب من خلال تعاوننا مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك والصندوق الاجتماعي للتنمية، بنقدر النهاردة ان احنا نوفر فرص عمل للشباب من خلال عملهم في مجال الانتاج الحيواني جوه مزارعنا، واقتراضهم من البنك بما يتيح لهم ان احنا نوفر لهم عدد من عجول التسمين. هذه العجول بيتم تربيتها ورعايتها ومراجعتها من خلال هذا الشاب جوه مزارعنا وتحت اشرافنا وتحت رعايتنا، ومن خلال برنامج تغذية بنقدمه لهذه الحيوانات وإيواء لهذه الحيوانات ورعاية واشراف بيطري لضمان سلامة هذه الحيوانات مع عمل التأمين اللازم على هذه الرؤوس.